هذه احنا هلا هون في حديقة حيوانات دبي. طبعا هذه طبعا فلامينجو، هذا النحام الليسر فلامينجو، النحام الصغير والنحام الكبير الجريتر فلامينجو. هاي تور الفلامينجو. هذول تاني هاي تاني مجموعة من الحيوانات اللي ممكن نشوفها بعد الغزال العربي. بنشوف دائما النحام، طير النحام. هاي احنا هون، هاي طبعا هاي الحديقة عشان تشوفوا، هاي المدخل، هاي مدخل حديقة الحيوانات. وهي احنا هون انا، وهي كمان نورة، وهي بلدية دبي. وبعدين طبعا دائما يرجى ارتداء الملابس المحتشمة. على سبيل المثال لتوضيح كيف تفرقوا. شكرا، تعالوا حديقة الحيوان.